بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. أوجه سلامي وتحياتي إليكم من مدينة كربلاء المقدسة، مدينة الجهاد والشرف والتضحية، حيث يضم قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من هذه المدينة المباركة أدعوكم أيها الإخوة والأخوات إلى زيارة حبيب رسول الله، إلى زيارة من قال الرسول فيه حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أيها الإخوة المؤمنون، إن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة اعتنت عناية زائدة فائقة باليتامى بالأيتام. القرآن الكريم يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مسح بيده على رأس يتيم أعطاه الله بكل شعرة تمر تحت يده حسنة، والحسنة هي المثوبات ما بين السماء والأرض. إذن فالوصايا بحق الأيتام في القرآن وفي أحاديث رسول الله وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضرب بالسيف على رأسه قال: الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. ونحن لدينا بفضل الله تعالى وبنعمة الله مركز مبرة الأيتام في مدينة كربلاء. هذه المبرة المباركة تعتني بأيتام عددهم ما بين 6000 إلى 7000، تدريسهم وتربيتهم وتغذيتهم، ملابسهم، خدماتهم، تعليمهم، الصلاة وهكذا. فكل من ساهم في مساعدة هؤلاء له أجر كثير كثير عند الله. هؤلاء الأيتام الكثير منهم فقدوا آباءهم، وبعضهم فقدوا الأمهات، وبعضهم فقدوا كلا الآباء والأمهات، وهؤلاء حالتهم حالة محزنة محزنة. فأنا أدعوكم أيها الإخوة والأخوات أن تمدوا يد المساعدة والمعونة، فإن مساعدتكم عند الله مخزونة، وإن القرآن وعد أن يضاعف مساعداتكم وتبرعاتكم 700 ضعف. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لاحظوا، فهو يخلفه، يعني الله سبحانه وتعالى يعوض، يعوض لا مثله فقط، إنما أضعافا مضاعفة. هذه تعويضات في الدنيا، أما ثواب الآخرة فلا حد لها ولا حساب لها. إنكم بهذا العمل تدخلون السرور على قلوب الأيتام وعلى قلب الإمام الحسين وعلى قلب رسول الله والأئمة الطاهرين وعلى قلب مولانا صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فبارك الله فيكم، لا تقصروا في المساعدة وفي التبرع وفي مد يد العون والكرم، فأنتم أهل الكرم وأهل الجود، وجزاكم الله خيرا. My dear brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. From beginning, I apologize to you because my English is not good. But from the holy city of Karbala, which hosts the shrine of Al-Imam Al-Husayn alayhi salam, I send you my salam and my greeting for all of you. As you gathering tonight to help the orphans of the Al-Imam Al-Sadiq Orphan School in Karbala, I pray for all you that Allah bless, would bless you and your family members
and increase His barakah on all of you. Islam has asked all Muslims to take care about an orphan wherever they are. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he said, he who wipes on the head of an orphan out of His mercy and love, Allah will forgive and wash all his sins. Also, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, when an orphan cries, the throne of Allah subhanahu wa ta'ala is shaken. So, my dear brothers, I thank all of you. I appreciate and thank all of you who are gathering tonight to help and donate and volunteer for the orphans. And may Allah subhanahu wa ta'ala give you big, big reward in this world and in that world. In the end, I invite all of you to visit Karbala al-Husayn alayhi salam. Allah will give you big reward for your visiting Imam Hussein alayhi salam. When you come to Karbala and visit Imam Hussein, also I invite you to visit the orphanage of Al-Imam al-Sadiq alayhi salam and take care about them. And in the end, I ask again and again Allah subhanahu wa ta'ala to bless you and give you big reward. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.